بس فنيا فكره ان انت لسه ملاعب الاهلي في السوق في كاس مصر في نهائي كاس مصر دي اكيد وانتوا بتشتغلوا فنيا كابتن محمود هتبقى مفيده ليكم. انتوا شفتوا الفريق اكيد عن قرب يعني يعني. احنا بالنسبه للاهلي كتاب مفتوح، والاهلي بالنسبه لنا اكيد برضو كتاب مفتوح، ولعبنا مع بعض كتير، واخرهم ماتش كاس وعملنا ماتش يعني محترم. ده اللي انا عندي ثقه فيه، ان لعبتنا برغم حاله الاجهاد والزعل على الخروج الافريقي، انا واثق في اللعيبه يعني 100% انهم هيعملوا ماتش كبير ان شاء يليق الله بامكانياتهم، ان شاء الله وهيحاربوا على الفوز بالماتش، برغم انك بتلعب اكيد فرقه محترمه وفرقه كبيره طبعا، وهم مستعدين. احنا يمكن اتفاجئنا شويه، احنا هم مستعدين من بدري، لكن ان شاء الله انا واثق ان اللعيبه هتعمل ماتش كبير ويكونوا عند حسن ظننا ان شاء الله.